السلام عليكم. 7 سنين مضت على محاولات التغيير الداخلي في الدول العربية من دون أن تتمخض عن أي ملمح لشكل هذه الدول والمنطقة العربية برمتها في المرحلة المقبلة. غياب الملامح هذا يرده مراقبون إلى عدم اتضاح طبيعة المشروع الغربي لهذه المنطقة ومخرجاته، وهو المشروع الذي كثر الحديث عنه في الأوساط العربية على كافة المستويات. فما طبيعة هذا المشروع؟ هل اقترب الغرب من وضع اللمسات الأخيرة على خريطة المنطقة الجيوسياسية وبالتالي صارت أقرب من أي وقت في السنين الأخيرة إلى الحل؟ وما طبيعة هذه الخريطة؟ هل تحوي إعادة إنتاج النظم الحاكمة في المنطقة بوجوه جديدة؟ أم هو التفكيك على أسس طائفية وعرقية؟ وما دور القوى الكبرى غير العربية بالمنطقة في المشروع الغربي المقبل؟ ما فرص نجاح هذا المشروع وما قابلية شعوب المنطقة لاستقبال خرائط جديدة لدولها ومستقبلها؟ كيف لهذه الجماهير أن تواجه مشاريع تطرح من الخارج لها؟ وهل تمتلك الوعي والإرادة والقدرة الكافية للتصدي لأي مشروع يراد به شرا لها؟ أسئلة تشكل مادة حلقة اليوم من حديث العرب، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى هذا اللقاء. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور أحمد البرعي الباحث السياسي، وكذلك الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، وعبر سكايب من بون في ألمانيا الأستاذ نبيل شبيب الكاتب الصحفي. مرحبا بالضيوف جميعا. أبدأ من ضيفنا دكتور شمسان، هل هناك مشروع غربي للمنطقة العربية أم مشروع أمريكي صرف؟ لا، هناك مشروع، كان هناك مشروع غربي أمريكي، وكان ومع صعود ترامب حاول أن يكون هناك مشروعا أو أن يأخذ انفراد، ولكن المشروع الغربي واضح. والآن عدنا إلى المشروع الغربي الأمريكي الذي يقوم على إعادة هندسة المنطقة وفقا لثنائيات عقائدية وقومية. قبل الخوض في طبيعة هذا المشروع دكتور، يعني لو نحرر المصطلح، هل هو مشروع أمريكي بحت انفردت به أمريكا، أم هناك يعني مشاركون لها في صياغة هذا المشروع من الدول الغربية؟ أقصد نحن لا نتحدث بشكل أنه هناك يعني مشاريع، هناك استراتيجيات للعودة إلى المنطقة. نعم، هناك استراتيجيات إلى إيقاف، يعني هكذا نتحدث. هناك دول وطنية كانت بدأت تتشكل، بدأت لديها صيرورة في بناء هويتها الوطنية، وحاولت وتعثرت في إيجاد تكتلات اقتصادية أو سياسية. هذه المنطقة لديها من النفط والموارد الطبيعية الكثير، منطقة حيوية في الشرق الأوسط. كيف يمكن، كان هكذا المشروع. هناك كتابات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا تقول أنه يتوجب العودة إلى هذه المنطقة بشكل مباشر. هذه العودة تحتاج إلى فوضى منظمة. متى خرجت أمريكا من المنطقة حتى تعود إليها دكتور؟ لا، لم تخرج هي، يعني الاستعمار لم يخرج، ما زال فرنسا مهيمنة على أفريقيا، ما زال هناك المنطقة العربية تحديدا، المنطقة العربية هناك الحضور الفرنسي وهناك الحضور البريطاني وهناك الحضور الأمريكي متواجد. لكن كيف يمكن لي أن نتواجد بكل هيمنة وصناعة قرار؟ نحن الآن نصنع القرار، وهناك قواعد عسكرية، وهناك حضور عسكري في اليمن، وهناك مكاتب في سوريا، وهناك مع الأكراد، وهناك في العراق. نحن هذا الشيء غير يعني معروف ومفضوح. لكن أين المنطقة، يعني أين الهدف الغربي؟ هو كان يتحدثون عن سكس بيكو وعن تقسيم. نحن الآن نتحدث، هم بدأوا مهدوا بالحديث عن فيدراليات، وبدأوا يدربون نشطاء المجتمع المدني على مفهوم الفيدرالية، ولكن هذه الفيدرالية الغربية تقوم على التعاقد وعلى المواطنة. لكن هم أرادوا في المنطقة العربية أن نعود إلى الفيدرالية القائمة على إعادة إنتاج الجماعات ببعدها الطائفي أو المناطقي أو إلى آخره. هنا نحن الآن في خطورة، لأن ما الذي حدث؟ هذه يهمني من كل ما تم الحديث عن نقطة رئيسية، أننا لم، يعني هناك أزمة هويات وهناك تعدد هويات في المنطقة، وسيتم إعادة إنتاجها بحيث إيجاد تسويات هشة. هذه التسويات الهشة الذي يرعاها ويحافظ على الاستقرار هم المجتمع الغربي والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي
نحن سنطالب بالولايات المتحدة وأوروبا بالبقاء كراعي لهذه الاتفاقيات، ومن هنا إضافة إلى خلق ما يسمى بالتهديد الإيراني والصراع السني الشيعي، وهذا يستدعي التسليح ويستدعي أن تكون إيران هي الخطر المحدق في المنطقة العربية، وإسرائيل قد تكون حليف مع بعض التكتلات العربية الإسلامية إلى آخره. نعم. سنأتي على تفكيك هذا المشروع بالتحليل دكتور، لكن أريد أن أسأل الدكتور أحمد البرعي، يعني قيل الكثير من هذا الكلام عن إعادة هندسة الشرق الأوسط والمشاريع الكثيرة، وخصوصا في زمن المحافظين الجدد في عهد إدارة الرئيس جورج بوش الابن في عز الغضبة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر أيلول دكتور، لكن شيئا على الأرض لم يتغير. ألا ترى أن هناك قبيلا من المبالغة وإخافة الشعوب العربية عندما يجري الحديث بهذه الكثافة والغزارة عن المشروع الغربي للمنطقة العربية؟ أليس هناك نوع من المبالغة والتضخيم؟ لا أعتقد أن هناك نوع من المبالغة. في الحقيقة الشرق الأوسط كان ولا زال هو وجهة القوى الاستعمارية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يبقى الشرق الأوسط تحت قيادة قوى محلية إقليمية. لا يريدون لهذه القوى، لا يريدون لمهندسي الشرق الأوسط الإقليميين أو المحليين أن يكون لهم الكلمة الأخيرة الفاصلة. لماذا؟ لأن لهم العديد من المصالح. الشرق الأوسط بالنسبة، بالأمس قرأت كتاب، أو ليس كتاب، مقالة مطولة لجون ألترمان، وهو مدير دراسات الشرق الأوسط في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية، تحدث فيه في مقال مطول عن روسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وماذا يريدون. يعني إذا نظرت إلى ماذا يحدث الآن بالنسبة لروسيا الولايات المتحدة وما تريد من الشرق الأوسط، روسيا موجودة في الشرق الأوسط سواء بالبعد الأمني بدعمها لبعض الأنظمة الأوتقراطية الدكتاتورية كمثلا نظام بشار الأسد، بدعمها ل إيران في المنطقة، وهي اعتقدت أنها أخطأت خطأً جوهرياً عندما سمحت بسقوط القذافي في ليبيا. وجودها في المنطقة داعم لها في من ناحية اقتصادية ببيعها للسلاح للأنظمة الموجودة. أما بالنسبة للقوة الوحيدة الموجودة في المنطقة بذكاء خارق هي الصين. الصين موجودة في الشرق الأوسط، تلعب في الشرق الأوسط وفي اقتصاد الشرق الأوسط بعيداً عن البعد الأمني. الولايات المتحدة هي في الحقيقة التي يحدث فيها الكثير من علامات الاستفهام. في البداية عند كما تحدثت أنه جورج دبليو بوش كان هو الرئيس الأول الذي غير في منهجية الولايات المتحدة في النظر للشرق الأوسط، ودخل فيها بعنف، ودخل في حرب العراق، ثم تدخلت القوات الأمريكية وأسفر ذلك عن خسائر فادحة في القوات الأمريكية، وما تلا ذلك بوجود أوباما أنه أراد أن يأخذ أسلوب أو استراتيجية معاكسة مغايرة تماما ما سماه non-interventionist policy أو عدم التورط والتدخل العسكري في مناطق الشرق الأوسط، لأن رأى أن ذلك يترتب عليه عواقب وخيمة من خسائر في المقدرات المالية والأرواح في الجنود الأمريكيين. لذلك تغيرت الوجهة، هذا ما نراه، لكن أن في الحقيقة هي نفس السياسة. الآن ترامب عندما جاء وقال أن أوباما هو أفشل رئيس للولايات المتحدة وهو من أوجد داعش وسياساته هي أفشل سياسة في، لكن ما نراه الآن هو أن ترامب يخطو نفس الخطوات. إذا رأيت أيضا هذا بالنسبة للصين والولايات المتحدة وروسيا، الآن ماكرون يعود إلى المنطقة، اجتمع بالسراج وحفتر، يريد أن يعود إلى المنطقة. بريطانيا أيضا تحاول أن تعود إلى المنطقة، لكن الأزمة الداخلية والصراع بين وخسارة مي الواضحة، تريزا مي الأخيرة هي التي حجمت هذا الدور التدخل. لذلك أتوقع أن الشرق الأوسط لا يمكن للغرب أن يسمح، ولذلك تجد هذه المعارضة القوية جدا وهذا التعصب للتدخل التركي في قطر. يعني هذا استنفر الأمريكان، اتصل دونالد ترامب ليلتها بالمنطقة بكل ملوك المنطقة وتحدث معهم أننا لابد أن نحل هذه الأزمة، لأنه لا يريد لهذه القوى في المنطقة مثل السعودية من باب واحد، اثنين إيران، ثلاثة تركيا، لا يريد لهذه القوى أن تبقى هي
ذات الكلمة العليا في المنطقة. لكن يبقى الحديث، هناك فريق كبير من المراقبين العرب يرفض ما يسميه نظرية المؤامرة. وهنا أريد أن أسأل الأستاذ نبيل شباب في بون معي من ألمانيا. أستاذ نبيل، يعني فريق من المراقبين العرب يرفض ما يقال عن نظرية المؤامرة وأن الضعف ذاتي في المنطقة العربية وأن القابلية لدى هذه المنطقة، قابلية التدخل القوى الكبرى والقوى الغربية قابلية كبيرة، وهو تحدث عنه أكثر من مراقب عربي كبير. هل تتفق مع هذا الرأي أم أنك ستكون في صف الإجماع ضمن الاستوديو وأن هناك بالفعل مشروع غربي قادم مقبل للمنطقة؟ أخي، هذا الكلام فيه جانب صحيح وجانب خطأ. أما قضية المؤامرة، المؤامرة عادة تحبك بليل، وما يجري ضد بلادنا أو تجاه بلادنا يعلن عنه رسميا وتتخذ الخطوات فيه على الأرض، وبالتالي لا نتحدث هنا عن المؤامرة وإنما عن رصد وتحليل ما يجري بشكل مباشر. وسنترك فكر المؤامرة جانبا لأنها أصبحت كالشماعة كلما طرحنا شيئا يتعلق ببلادنا ومستقبل بلادنا. وأريد الواقع أن أخرج من قضية التفاصيل. نحن عندما نتحدث مثلا متى بدأ هذا المشروع، إذا كان لدينا مشروع، هل بدأ بتحرك أوباما من خلال مثلا الطائرات المسيرة والتي قتل من خلالها أضعاف ما صنع بوش الابن؟ هل بدأ ببوش الابن الذي قام بالحملات في العراق وأفغانستان، أم بدأ ببوش الأب الذي حاصر العراق أيضا وبدأ؟ يعني عندما ننظر في التاريخ القريب الذي عايشناه بشكل مباشر، نجد أن هناك مسلسل لا ينقطع من المعادات لمنطقتنا وله صور عديدة. إذا أردنا أن نأخذ المحور الجامع لها، في اعتقادي أن هذا المحور محور حضاري في الدرجة الأولى، يعني هناك صراع حضاري كما تحدث هنينغتون من منظور الولايات المتحدة الأمريكية مع هذه المنطقة. بمجرد سقوط الشيوعية في الشرق بدأ طرح أشياء جديدة، العدو البديل هو الإسلام، الأصولية دخلت في وثائق الأطلس إلى آخره. هناك الواقع أيضا مما قبل هذه الفترة، أيضا عندما دخل الإنجليز في مصر دمروا المصانع التي أقام محمد علي باشا. لماذا؟ عندما دخل الآن الأمريكيون في العراق قتلوا العلماء 800 عالم خلال سنة واحدة، السنة الأولى من الاحتلال إلى آخره. نجد الواقع أن هناك تدمير للبنية التي يمكن، أو للبذرة التي يمكن أن تبنى عليها حضارة مغايرة للحضارة المادية التي أصبح يشكو منها أبناؤها ومن يعيشون في ظلالها في الوقت الحاضر. بالتالي الواقع الأشياء الجانبية تبقى الواقع إلى حد ما من قبيل الوسائل المناسبة من فترة لفترة. كان لكل رئيس أمريكي جديد عقيدة عسكرية جديدة. إذا كان أوباما يقول بالسلام، الواقع هو دخل في حروب ولكن دون إدخال جيوش الأمريكية. الآن ترامب دخل الواقع بالموضوع أيضا من قبيل الاستمرارية، ولكن بشكل أكثر من ذلك، أن يدفع حتى أن تكون هناك حروب بالنيابة، وأن يدفع أهل المنطقة الأموال والنفقات. من قبل كان بوش يتحرك عسكريا ويريد حربين في منطقة واحدة، لذلك كانت هناك أفغانستان والعراق. لم يتغير سوى الوسائل، أما من حيث العداء من قبل سايكس بيكو إلى ما بعد ترامب الواقع لم يتغير. وبالتالي أرجع للنقطة التي ذكرتها، نعم هناك ضعف ذاتي لدينا لا نستوعب ذلك، وإنما نسأل ماذا تريد أمريكا حتى نكيف أنفسنا معه، ماذا يريد الغرب الأوروبي حتى نكيف أنفسنا معه. وبالتالي يكون السؤال حول المشروع الغربي. يا أخي اسألنا عن المشروع العربي، المشروع الإسلامي، المشروع التنموي في بلادنا، المشروع البلاد العالم الثالث وهي تشترك في أمور كثيرة. هذا المشروع الذي يجب أن يظهر وهو غائب، وبالتالي يستطيع الغرب وغير الغرب، الدول الصغيرة والكبيرة التي تلحق بالغرب، يمكن الواقع أن تتصرف بلادنا معك كما تشاء. عمليا دكتور عبد الباقي، بعد الفاصل سنتحدث عن طبيعة وملامح هذا المشروع، لكن قبل ذلك أريد أن أسألك تحديدا عن هل هناك توافق دولي شرقي غربي، بمعنى غربي أوروبا وأمريكا وشرقي روسيا والصين، هناك قوتان كبيرتان، هل هناك توافق على إنضاج مشروع ما للمنطقة، أم أن تدافع المصالح بين هذه القوى يعوق صيرورة هذا المشروع وإنضاجه؟ هناك طبعا يعني ما يسمى جغرافية النفوذ والحضور التاريخية الاستعمارية موجودة لبريطانيا وفرنسا وأمريكا. هناك يعني المجالات التاريخية وأيضا ارتباط السلطة الحاكمة بالمراكز الغربية
ولهذا ما زالت بريطانيا تتدخل في الشام اليمني، تتدخل في العراق، لديها الخبرة، هذا شيء معروف. لكن الصين وروسيا أيضا لديها حضورا دوليا ولديها حصص، وهي أعضاء مجلس الأمن، وهناك استراتيجيات، وبالتالي هي تستفيد من كل تلك الاستراتيجيات بأخذ حصتها في المنطقة، وبالتالي هنالك توزيع للمصالح، وهناك مراضات. والدليل على ذلك هناك أيضا موجود الآن روسيا في سوريا، وحاولت أن توقف معارك الساحل الغربي، ولديها علاقة مع إيران. نحن أمام حضور تاريخي للدول الاستعمارية. على سبيل المثال، في إحدى المرات في تونس، عندما في سنوات بعيدة عندما أرادت السلطة أن تغير التوجه الاقتصادي، كان هناك محاولة لقلب النظام. بالتالي حتى التحول من فرنسا إلى ألمانيا قوبل بصعوبة. الدول المغرب العربي لا تستطيع أن تبيع في حال عندها فائض في الفواكه وتريد أن تتبادل، لا تستطيع، لابد أن تصدره للسوق الأوروبية، ومن السوق الأوروبية عليها أن تستورد بقية البلدان. بالتالي هم أدخلونا في اتفاقيات تاريخية، أدخلونا في اتفاقيات منفردة، وبالتالي أصبح هذا المركز الاستعماري عندما يقدم لك منح أو يقدم لك تلفزيون أو مطابع أو منح دراسية، فأنك تتعلم اللغة، أنت تقرأ الصحف الفرنسية، إذن أنت تستهلك المنتوج الفرنسي. بالتالي هناك محافظة على الحضور التاريخي، هناك صناعة الشام، في مشاركون في صناعة القرار داخل بلدان الاستعمار البعيدة. لكن نحن الآن أمام تحول دولي، الصين وفرنسا تدخل، ولكن ما زالت الهيمنة واضحة لأوروبا الغربية ولأمريكا اليد الطول في المنطقة. لهذا أعتقد أننا ليس هذا هو المهم بالنسبة لي. المهم بالنسبة لي، بالنسبة لي، متى سنحاول أن نصنع نحن المستقبل؟ متى أنا كنت أسمع إلى المحللين في منطقة الخليج العربي عندما يتحدثون عن المالك، يتحدثون عن كيف يمكن لنا أن نجد حلفا روسيا أو صينيا لمواجهة الحلف الأمريكي. لم أسمع يوما حديثنا كيف يمكن لنا أن نحدث فعلا، وبالتالي نحن من يقرر الاستراتيجية ونوظف هذه العلاقات. حقيقة نقاط مهمة أشرت إليها، الحديث عن كيف يمكن للعرب أن ينتجوا مشروعا لابد أن يكون مبنيا على ما هي طبيعة، تحديد ما طبيعة وملامح المشروع الغربي، وهذا ما سنتحدث. ثانية واحدة، أنا يعني أعجبت كثير بما طرحه نبيل شبيب من جملة، تكييف الذات، يعني وفقا لاستراتيجية العدو المهيمن، نحن نتكيف مع ما يريدون ولا نستطيع أن ننتج ذاتا مبدعة وفاعلة في المنطقة. إذن الحديث عن طبيعة وملامح هذا المشروع الغربي بعد الفاصل، فاصل قصير ولنا بعده عودة بإذن الله. مشاهدي قناة رافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيسات وعلى التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في حديث العرب لهذا اليوم عن طبيعة المشروع الغربي للمنطقة العربية. الدكتور أحمد البرعي، اشتقت كثيرا من المصطلحات وخصوصا في العقد الأخير للمنطقة العربية، الشرق الأوسط الكبير، الشرق الأوسط الجديد مع كوندوليزا رايز، وقبل ذلك النظام العالمي الجديد، سواء كان المنطقة مراد لها أن تكون كبيرة أم جديدة، ما هي ملامح وطبيعة هذا المشروع الذي تحدث عنه كثيرا؟
أبني على ما تحدث به الضيفين الكريمين. المشكلة في الوطن العربي أو في الشرق الأوسط أننا لا نستطيع أن نفرز تلك القيادات التي تستطيع أن تطرح النموذج أو الخطط الاستراتيجية التي نريدها نحن ولا يريدها لنا الغرب. المشكلة في ذلك ليست فقط داخلية، نعم نحن لا ليس لدينا النخبة الواعية بسبب التصحر. معذرة دكتور، يعني لكي لا نحرق المراحل الحلقة، هذا سنأتي عليه بعد في الجزء الأخير من الحلقة. نعم. الآن ملامح وطبيعة هذا المشروع الغربي الذي يعني أنت ودكتور عبد الباقي وكذلك الأستاذ نبيل تتفقون عليه، هل لديك تصور عن طبيعة هذه الملامح؟ أنا التصور عندي كالتالي، الولايات المتحدة وبخاصة الولايات المتحدة لأنها هي المتدخلة بشكل فعلي في الشرق الأوسط. نعم. هي تريد النموذج الموجود الآن في سوريا. نعم. هم يريدون أن يقسموا المقسم وأن يخرجوا بكانتونات بناء على العرق أو الطائفة أو الدين. هذا الذي يحدث الآن بتغول النموذج الإيراني في المنطقة، بالصراع الطائفي الذي يراد له أن يطول وأن يتم حرق كل مقدرات المنطقة في هذا، بحيث أن تخرج هذه الدول دول هشة ركيكة لا تستطيع أن تقاوم المشروع الأمريكي، تصبح دائما في عوز إلى من يدعمها من الخارج وخاصة من الولايات المتحدة. لابد أن يحدث الصراع بينها ويبقى هذا الصراع، وتبقى الولايات المتحدة هي التي تتحكم في موازين القوى بين هذه الدول. فالولايات المتحدة هي تتبع سياسة واحدة، وهي سياسة تهشيم المنطقة والحصول إلى أو الوصول إلى دول فاشلة لا تستطيع، لا يوجد دولة حقيقية في المنطقة، حتى وإن كانت هذه الدولة فاسدة أو هذه الدولة لا تقوم بما تقوم به الدول حقيقة، إلا أنها لا تريد لهذه الدولة أن تبقى. فكل دول المنطقة مقدمة على ما سمي بالفوضى الخلاقة أو ما إلى ذلك، لكن في المحصلة المشروع الأوروبي أو المشروع الغربي بشكل عام. نعم. هو يريد تهشيم المنطقة، وهذا الذي نراه في سوريا. مؤخرا تحدث ريكس تيلرسون عن المخطط الذي يريده إلى سوريا، وقال أننا نريد واحد أن يذهب بشار الأسد، هم يريدون أن يذهب بشار الأسد ثم يقولون يبقى بشار الأسد، نريد فترة انتقالية يبقى فيها بشار ثم يذهب، هو تحدث في آخر لقاء. نعم. معه، ثم نريد انتخابات ودستور جديد في، لكن في المقابل روسيا لن تسمح بذهاب بشار الأسد، تريد لإيران أن تبقى ولابد لإيران أن تبقى. هو ريكس تيلرسون طلب. نعم. منهم أن تذهب إيران من المنطقة تحل مشكلة سوريا، لكن الواضح أنهم يريدون أن يبقوا على ذلك، هم في دوامة ويبقون كل الدول الموجودة في هذه الدوامة. نعم. بحيث لا يستطيع أحد أن يتخذ قرارا يخرج من هذه، لكن التصريحات الأمريكية المعلنة على الأقل تجاه سوريا بأنها مع سوريا موحدة وواحدة. وهنا أريد أن أسأل الأستاذ نبيل في ألمانيا. أستاذ نبيل، يعني ذكر الدكتور أحمد البراعي بأن المشروع الغربي يقوم على ركيزة أساسية وهي تهشيم أو تقسيم المنطقة على أسس طائفية وعرقية، هل تتفق مع هذا الرأي أم مع الفريق الذي يقول بأن هناك محاولات أمريكية لإعادة إنتاج الأنظمة التي ثارت شعوبها عليها وإن كان بوجوه جديدة؟ يعني أنا لا أعارض ما ذكر، إنما أحاول الإشارة إلى أمر ربما يكون مهم في هذه النظرة. نحن ليس لدينا العالم الذي كان قبل 20 أو 30 سنة. العلاقات الأمريكية الروسية على سبيل المثال مختلفة عما كانت عليه في الحرب الباردة، وإن كانت تشابه في بعض نقاطها. الغرب، ليس لدينا مشروع غربي لأنه ليس لدينا غرب كما كان الواقع ملتحما مع بعضه بعضا قبل 20 أو 30 سنة. معذرة، هذه النقطة مهمة، يعني كيف ليس لدينا مشروع غربي؟ يعني حرر هذا. ليس لأنه ليس لدينا غرب، لدينا مطامع أمريكية، لدينا توجهات أمريكية، استراتيجيات أمريكية، ولدينا الواقع مطامع استراتيجيات غربية أوروبية وليست أمريكية. وأوروبا ليست متفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما تريد أن تصنعه في المنطقة تحت عنوان الفوضى الخلاقة، هي نفسها تتضرر من ذلك، تتضرر اقتصاديا، تتضرر من حيث مشكلة اللجوء كما يسمونها. يعني هناك الواقع اختلاف في المصالح الأمريكية الأوروبية، لهذا ليس لدينا تطابق
في التطلعات الأمريكية والغربية تجاه منطقتنا. الفوضى الخلاقة التي أسميها الفوضى الهدامة، هذه طرحت أمريكية ولم تطرح أوروبية، لم يتبناها الأوروبيون لا في كتاباتهم الفكرية ولا في مواقفهم السياسية أو إجراءاتهم السياسية. هم قد لا يستطيعون تحدي الولايات المتحدة الأمريكية فيما مضى، أما الآن بدأوا يتحدونها في كثير من الأمور التي تتعلق بهم. إذن ما هي الملامح هذا المشروع باختصار دكتور أستاذ نبيل؟ يعني لذلك الواقع أنا ركزت على محور أساسي أتمنى الرجوع إليه أو أود الرجوع إليه، وهو قضية الجانب الحضاري. هنا يوجد نوع من الاتفاق، لأنه إذا ظهرت في هذه المنطقة بنية حضارية، سواء كنا دول متعددة متوافقة مع بعضها متحالفة أو كنا دولة واحدة، الواقع إذا ظهرت هناك بنية حضارية جديدة فهي التي تمثل بمنظورهم خطرا على الغرب وعلى حضارته المادية الحالية المسيطرة عالميا، لأن المنطلقات القيم إلى آخره مختلفة. نعم. والآن بدأت تؤثر داخل المجتمع الغربي الذي يفتقر إليها في الوقت الحاضر إلى حد كبير. ولذلك التركيز الأكبر إذا كان هناك مشروع مشترك أو أسميه نقاط مشتركة بين القوى الدولية بما فيها روسيا وأوروبا وأمريكا، فهي ألا تقوم هنا قائمة أو لا تبدأ جذ بذور الحقيقة لتنمية حضارية جديدة. وبالتالي هناك تركيز على هذا الجانب، وأنا أعتقد أن الثورات أوجدت نوعا من التغيير في هذا الاتجاه، يعني فتحت بوابة للتغيير يمكن أن نبني عليها، ولكن ليست القضية قضية نظرة لبضع سنوات. نعم. وإنما ربما جيل أو جيلين من خلال الإنسان الجديد الذي صنعته هذه الثورات والمحن والمعاناة، والتي يمكن أن تظهر نتائجها بعد جيل، فتظهر النخب التي نتحدث عن الافتقار إليها، النخب الواعية القادرة على إيجاد القيادات المناسبة. نعم دكتور عبد الباقي، قد يسأل سائل وهو ربما يكون سؤالا وجيها، إذا كانت جل أنظمة المنطقة العربية ترتبط بعلاقات ممتازة مع الغرب وتحديدا الغرب الأمريكي أمريكا، فما الجدوى وما دوافع الغربيين وتحديدا الأمريكيين لإعادة هندسة المنطقة؟ المنطقة شهدت نوع من التجريب، لأنه كان عندما أرادوا تحويل استراتيجية جديدة للعودة كان لابد من تفجير الحقول المجتمعية، تفجير الحقول تم، وبالتالي خرجت هنا قوى لم تكن متوقع أن تصعد لأنها كانت أكثر تنظيما، وكانوا هم يدركون أن نظرا لاحتكار السلطة لعقود ولإضعاف الأحزاب السياسية ومؤسسة المجتمع المدني ولغياب ما يسمى بالفضاء العام للناشطين، وإلى أيضا مناطق تجنيد أبناء المناطق أو أبناء المناطق للمؤسسات الأمنية والعسكرية من مناطق محددة والاحتكار موارد الدولة في منظومة فساد، كل هذا يخلق ماذا؟ يخلق نوع من الإقصاء، يخلق حضور للهوية عند التغيير، لأن كل جماعة لديها إقصاء تحاول أن تعبر عن حضورها في الحقل. هم أرادوا أن يحدث هذا الخليط وهذا الاحتجاج، لأننا نحن شهدنا ماذا الذي شهد؟ المجتمع كان هناك تدهور لمؤشرات التنمية البشرية، هناك أزمات سياسية، أزمات تنمية، هناك جيل، يعني المجتمع العربي مجتمع يهيمن على بنيته الديمقراطية الشباب، هناك الشباب لديهم رفض لما هو معاش، الشباب الناقم طبعا، الشباب الذي لديه تصور للحياة، لديه تصور للسياسة عن العالم الافتراضي، بالتالي هو احتج بما يضر هذا المصالح الأمريكية. أي نظام ديمقراطي سيكون هنالك استقلال للقرار، سيكون هنالك مواقف من الغرب، سيكون هناك توظيف للثروة، سيكون هناك مواقف من إسرائيل، سيكون هنالك أنظمة لكم يتم محاسبتها أمام الشعوب، سيكون هناك أموال الشعب تعود إلى الشعب، لن نجد 60 مليار في جنيف و70 مليار مش عارف وين موزعة، سنجد أن الاستقرار القرار العربي تحويل هذه الأموال إلى بناء الطاقات العربية، نستطيع أن تعود أن نشكل تجمعات اقتصادية قادرة على التفاوض الجمعي. كل هذا هم أرادوا أن يحدثوا هذه الفوضى، ومن ثم ما يسمى لو سمحت جملة واحدة تفضل. نحن الآن نعيش في مرحلة ما يسمى تعميم الإحباط وخلق نوستولوجيا الحنين للماضي بتعاون مع دول إقليمية، بمعنى أن المواطن الذي أحدث التغيير كنا أفضل في السابق، عشنا حياة أجمل، ما الذي حدث؟ ثم الأنظمة القديمة أفضل، هذا أيضا استراتيجية يتم فيها التعامل معنا بها، تعميم
تعميم الإحباط. لهذا أعتقد نحن في المرحلة الأولى من صيرورة التحول، وما زلنا ستشهد المنطقة تحولات أكثر عنفا، لأننا هذه الانتكاسة لن تتوقف، لأننا نعيش في عالم افتراضي. لا يمكن للمواطن العربي والشاب أن يشاهد تداولا سلميا في أمريكا، أن يشاهد تلك ليس الحياة فقط في أمريكا وإنما في كل مكان، تحديدا تعميم الإحباط مصطلح وهو يعيش ظروف وما تشهده المنطقة الآن أيضا. مصطلح تعميم الإحباط دكتور عبد الباقي، حقيقة اليوم كنت أقرأ عن هذا الموضوع وهو سياسة إسرائيلية متبعة تعميم الإحباط في المنطقة لإضعافها من الناحية النفسية. في هذا السياق دكتور أحمد البرعي، ثلاث قوى رئيسة في المنطقة غير عربية، الكيان الصهيوني وتركيا وإيران، ما دور هذه القوى الرئيسة الكبرى في المنطقة في المشروع الغربي المقبل للمنطقة؟ يعني سؤال جميل جدا، لأن دائما أنا أريد أن أضرب الأمثلة. إذا أردت أن ترى النموذج التركي وما يريده النموذج التركي للمنطقة، انظر إلى ما يحدث بين العلاقات بين تركيا وكردستان العراق. إذا أردت أن ترى النموذج مثلا السعودي للمنطقة، انظر إلى اليمن. إذا أردت أن ترى النموذج الإيراني، انظر إلى العراق وانظر إلى سوريا. فلا يحتاج الكلام، الكلام واضح، لا نحتاج إلى الكلام، الأفعال على الأرض. النموذج التركي هذا، ما يعني أنت حضرتك تسأل دائما أنه ما الذي سيحدث لو أفرزت المنطقة نموذجا ديمقراطيا حقيقيا، ما الذي سيضر الولايات المتحدة أو الغرب بشكل عام، ولماذا لا يقبلون بديمقراطية حقيقية في الشرق الأوسط يصبح شريكا لهم. هذا نموذج واضح جدا نعيشه الآن في العلاقة بين الولايات المتحدة وبين تركيا. إذا ما اختلفت المصالح الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأي دولة إقليمية في الشرق الأوسط، لن تجد هذا ما يسمى بالتحالف الشكلي، هذا الذي حدث بين واشنطن وأنقرة. حتى بعد مافي مرمرة، ما حدث من بين أردوغان، لم يحدث ذلك الطلاق البينونة الكبرى بين الولايات المتحدة وتركيا. حتى بعد ما حدث في دعم تركيا لثورات الربيع العربي لم يحدث ذلك. متى حدث بشكل فعلي؟ حدث بعد ما قام أردوغان بتنظيف الجيش التركي من الانقلابيين ومن يتبعون إلى الولايات المتحدة، من يخدمون الأجندات الغربية، الذين كانوا في داخل المؤسسة التركية لكن في الحقيقة هم كانوا ينفذون أجندات لمؤسسات وأجندات أخرى. لذلك تجد أن تركيا بعد أن حدث هذا استطاعت أن تبدأ في عملية درع الفرات، استطاعت أن تدخل إلى سوريا، بدأ تحرر القرار السيادي في تركيا. ولذلك أصبح تركيا تهدد المصالح الجيوسياسية للولايات المتحدة. بعد ذلك أصبح هذا الطلاق البين بين الولايات المتحدة وتركيا. لذلك هم لا يريدون في مصر، ما الذي حدث؟ سواء جاء الإخوان المسلمون، سواء جاء غيرهم، إذا جاء نظام ديمقراطي يستقل بقراره، يعرفون أن مصالحهم في المنطقة سيتم تهديدها، يعرفون أن هذا النظام الذي يمثل الشعوب إذا جاء باختيار حر وشريء وشفاف بعملية ديمقراطية واضحة، لن يمثل ولن يبقى يقبل بأن تملي عليه الولايات المتحدة ويملي عليه آخرون قرارات، لأنه جاء بإفراز شعبي بقرار سيادي من الشعب، وهذا الذي تضربه تركيا للمنطقة. الشعوب تتعلم وترى، الصومال فيها الآن ثلاث رؤساء أحياء، المجلس الإفريقي يروه العرب وينظرون، ليس في أوروبا وليس في السويد، نحن نتحدث عن الإقليم الذي نعيش فيه. هذه الشعوب التي خرجت وثارت لن تقبل لهؤلاء اللاعبين سواء الإقليميين أو غيرهم. لابد أن يخرج النموذج العربي الذي سيفرزه شاء أم أبو قريبا وليس بعيدا، هذا ما أتمناه وهذا ما أعتقده. شعوب المنطقة لن تقبل بهذا المشروع الذي يخطط لها، ما الذي يمكن أن تفعله وإلى أي درجة لديها القدرة والوعي الكافي للتصدي لهذا المشروع؟ بعد الفاصل سنناقش هذا الأمر، فاصل أخير ومن ثم نعود لمناقشة ما تبقى من الحلقة، فابقوا معنا. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث والأخير من حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، وفيه نتحدث عن دور الجماهير العربية في التصدي لما بات يعرف بالمشروع الغربي للمنطقة العربية. أذهب إليك في ألمانيا أستاذ نبيل شبيب، برأيك ما مدى قابلية شعوب المنطقة لتقبل المشروع الغربي أيا تكن تفاصيله؟ هل على استعداد لقبول هذا المشروع برأيك؟ يعني بالذات الجماهير العربية هي التي أثبتت بأنها لا تقبل ذلك من خلال ما سمي ثورات الربيع العربي، هي التي الواقع تقف الآن. لكن ثمة من يقول بأن ما حدث في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي غير الدولة دجن هذه الشعوب. يعني يمكن أن نأتي إلى ذلك، هي الواقع التي بعد فترة طويلة من الانكسار من تبعية الأنظمة للمشاريع الغربية جميعها السابقة، هي التي الواقع انخرجت من حيث لم نكن ننتظر من قبيل التحليل النظري أو التحليل الأكاديمي أن تظهر من خلال هذه الثورات. قبل قليل كان الحديث عن تعميم الإحباط كأمر أساسي، والآن يجري هذا بشكل واسع النطاق، وذكرت أنت خلال التعليق على الواقع أن الإسرائيليين يصنعون ذلك في الدرجة الأولى، والآن رأينا في آخر أحداث في القدس في هبة الأقصى كما أصبحت تسمى الآن في هبة الأقصى أن شدة تعميم الإحباط هناك وأنهم يتزعمون هذا الإحباط أو نشر هذا الإحباط. وجدنا الواقع أن شعب فلسطين عندما يتآزر ويتحرك بشكل قوي يمكن أن يصنع شيئا، لا أقول أنه صنع نصرا كبيرا ونهائيا، ولكن يمكن أن يحدث ما لا تحدثه الأنظمة والدول العربية مجتمعة في الوقت الحاضر. أيضا الواقع بالنسبة إلى الشعوب عموما لا ينبغي أن نستهين بالقليل الذي يمكن أن يقدمه الفرد أو تقدمه مجموعة صغيرة من المبدعين الشباب الذين يصنعون الآن الكثير، بالذات في سوريا حيث تتحدث عن سوريا، أو بالذات في البلدان التي تعرضت أكثر من سواها كاليمن وسوريا وليبيا بصورة خاصة من خلال ما جرى في السنوات الأخيرة. يا أخي النهضة الأوروبية بكاملها بدأت بأفراد، وبدأت الواقع بالأفراد الذين يمكن تربيتهم، يمكن هم أن يربون أنفسهم وأن يطوروا أنفسهم. يتحدثون عن روسو أنه وضع العقد الاجتماعي، ولكن قبله وضع قصة إيميل التي يتحدث فيها عن كيف يجب أن ننشئ الغلمان من يعني السنة التاسعة من عمره وهو في التاسعة إلى 19 عاما. يعني عندما نتحدث عن إمكانات الشعوب لا ينبغي أن نستهين بالأشياء البسيطة التي يمكن أن يبدأوا فيها، ويمكن أن تصل إلى مرحلة مواجهة بشكل مباشر كما جرى في القدس في الأونة الأخيرة. نعم. الواقع الشعوب هي اللي أصبحت الآن إذا صح التعبير الدفاع الأخير، خط الدفاع الأخير، وهي من خلال الثورات الشعبية الأخيرة استطاعت أن تمر بما يمكن أن نسميه دورة مكثفة من أجل صناعة التاريخ من جديد، ويمكن أن تواجه نعم. الواقع ما تسميه المشروع الغربي وسواه من المشاريع. أمامنا مشاريع عديدة جدا ضد بلادنا في الوقت الحاضر. نعم دكتور عبد الباقي، حقيقة تعقيبا على كلامه وهو متداخل مع سؤالي، يعني ألا ترى في نوع من المبالغة العاطفية فيما تفضل به الأستاذ نبيل عندما قال بأن شعوب المنطقة تستطيع أن تفعل الكثير؟ يعني ما حدث في سوريا للشعب السوري الذي هلهلة من قبل نظام الأسد بدعم غربي كما يقول السوريون، وما حدث في اليمن الذي يكاد يفتت وفي ليبيا أيضا، هل هذه الشعوب ما زالت تمتلك قدرا أو تحوز قدرا من الإرادة والرغبة والإرادة في التصدي لمشروع الغربي للمنطقة؟ لولا أننا نمتلك بالقوة كما يقال بالفلسفة، نمتلك بالقوة والفعل القدرة على أن نعيد إنتاج ذاتنا ونضع الاستراتيجية، لما شهدنا هذا التركيز على المنطقة. نحن بحاجة الآن إلى التحول من الاحتجاج إلى الاقتراح ثم الانتظام في حركات اجتماعية، وهذا بحاجة إلى نخب تقود عملية التحول من خلال رؤية استراتيجية تدير هذا الزمن. نحن ما زلنا في صيرورة، لا أنا حتى الآن ليس لدي إحباط، نحن أمام هيمنة غربية، نحن أمام تركيز يستثمر الآن أكبر قدر ممكن. حتى الآن في اليمن تركنا في هذا الحال، وفي سوريا طالما سوريا تهدد تهديد على إسرائيل وما زال النظام يحافظ على شبه هذه الجغرافيا فأننا سيستمرون في استنزاف المنطقة، وكذا اليمن. لهذا أعتقد أننا قادرون في المستقبل على، لأننا شعب حي
لدينا كوادر فقط تم إقصائها، فبالتالي أعتقد أننا ما زلنا في حالة من التحولات الكبيرة وقادرون على الانتظام، ولكن نحتاج إلى يعني تحرك مدروس لإدارة الزمن هذا المنفلت أو الانتقالي من قبل النخب على الأحزاب السياسية أن تستعيد وتلتقط الأنفاس، لأنها كانت ضعيفة، هي التي استلمت من الشباب المحتجين والمجتمع المطالب، ولكنها حولتها، كان أقصى مطلب لها تغيير رأس النظام، ولم تكن تملك مشروع لإحداث تغيير في علاقة الدولة والمجتمع. لهذا أعتقد أننا ما زلنا أمام تطور وصيرورة، وربما المنطقة تشهد مزيد من التحولات، ولكن نحن قادرين بعد في سوريا. كل ما حدث تعتقد أن الشعوب العربية أنا لست عاطفيا لديها إرادة، لديها الإرادة للتغيير أو للمواجهة؟ يا أخي نحن خلال حكم الدكتاتوريات هناك إقصاء للجماعات، وهناك هيمنة وسلطة أمنية وبوليسية واستخباراتية. هنا نحن الآن أمام ما يسمى بالعالم المصنع، لن يستطيع السيطرة على الشباب العربي الذي هو الآن أصبح ممتد في هذا الفضاء الافتراضي المصنع. دكتور، أختم معك دكتور أحمد البراعي، مشاريع للمنطقة كثيرة، وهي يعني ربما تمتد إلى قرن سابق وربما أكثر من ذلك. كيف يمكن للجماهير العربية التصدي لهذا المشروع الغربي الجديد وعرقلته، مستفيدة من أخطاء الماضي، الأخطاء في مواجهة الكيان الصهيوني، الأخطاء في التجربة الفلسطينية، الأخطاء في التجربة الجديدة في سوريا وحتى في اليمن وليبيا، كيف يمكن أن تستفيد من هذه الأخطاء في بلورة مشروع مواجهة لهذا المشروع الغربي؟ يعني أنا جاء في ذهني والدكتور يتحدث مثل باللغة الإنجليزية يقول tactic without planning, noise before defeat. نعم. حتى التكتيك إذا أردت أن تقوم به بدون تخطيط هو الضوضاء التي تسبق الهزيمة. الشعوب العربية إذا أرادت أن تتصدى لكل هذه المخططات، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني هم يمكرون لنا حتى أن مكرهم لتزول منه الجبال، يعني يمكرون، من قال أنهم لا يمكرون وهذه نظرية مؤامرة هو واهم، هؤلاء يمكرون لهذه المنطقة. إذا نظرت مثلا، أنا أعطيك نموذج، عندما قام خالد مشعل في الدوحة وأصدر تلك الوثيقة لحركة حماس التي تعبر عن تطور نوعي في التفكير الاستراتيجي للحركة، تغير نوعي وبراغماتيكي يتعامل مع الإقليم ويتعامل مع السياسة الدولية بشكل أوضح، ماذا فعل نتنياهو؟ قام نتنياهو خرج على الإعلام ومسك تلك الوثيقة ومزقها وألقى بها، قال خالد مشعل يومها كلمة أنا أعجبتني كثيرا، قال نحن هم يريدون منا أن نقوم بالخطب الرنانة على الإعلام، ويأخذ هذا الكلام ويسوقه ويقول انظروا إلى الغوغائية وإلى الخطأ الخطاب الشعبوي كما يفعلون هم الآن، يعني ترامب هو الذي يمارس الآن ما يسمى بالخطاب الشعبوي. لكن ما نفعله نحن هو أننا سنبني قوة على الأرض، سنكون على الأرض أقوياء، وسنتحدث باللغة التي يفهمها العالم وسياسة العالم، هذا هو النموذج الذي نريده. الآن ما الذي يدفع بالسيسي مثلا في مصر أن يقوم بكل ما يقوم به ولا يلقي بالا لأي أحد؟ هو أنه لم يرى أن هذه النخبة الموجودة حتى هذه اللحظة استطاعت أن تصل إلى بلورة لرؤية حقيقية إلى ما سيعقب السيسي. هم يعلمون أن هذا النظام وكل هذه الأنظمة لن تدوم، لن تطول، هذه الشعوب التي جربت وثارت لا يمكن أن تعود إلى الوراء. حتى أن ثقافة، أو إذا درست أدب الثورات، لا أذكر اسم الكاتب لكن كاتبة مشهورة جدا في الثورات، قالت أن الثورة لابد أن تصل إلى الفشل، يعني لابد، لا أذكر اسمها، يعني هي كاتبة أنا كتبت عنها مقال قبل يمكن سنة ونصف باللغة الإنجليزية، هي قالت أن لابد أن تصل إلى مرحلة الفشل. إذن التخطيط والتنظيم. نعم، لابد من التخطيط، لابد من الجلوس، والتخطيط يأخذ الوقت، ولابد أن يخرج هؤلاء الشباب، وأن لا يطالبوا بتمكين الشباب. إذا أردت أن تحدث تغييرا فلا تطالب من الشيوخ أن يقدموك، ولا تطالب من لابد أن تخرج وتأخذ بزمام المبادرة وتخطئ وتتحمل مسؤولية أخطائك. أشكرك شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الكرام، الدكتور أحمد البراعي الباحث السياسي معي في الاستوديو، وكذلك معي في الاستوديو الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، ومن بون في ألمانيا الأستاذ نبيل شبيب الكاتب الصحفي. كل الشكر لكم مشاهدي الكرام على كرم المتابعة، إلى اللقاء.